أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من القاهرة، حلقة نهاية الأسبوع يوم الجمعة. نبدأ كالمعتاد بمجموعة من أهم وآخر الأنباء. وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قررت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك حتى نهاية العام. كما قررت مد عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو. تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد أن تم مد فترتها حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة. في ظل الأسعار العالمية والغلو العالمي أصلا، يعني كويس إن هي موجودة في مصر حاجة زي كده. المبادرة كويسة وأسعارها كويسة. بنشكر الدولة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي. كلنا واحد مش مجرد اسم، هي شعار من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، سلاسل تجار، وكلنا أجمعنا على استمرار المبادرة لرفع العيب عن المواطن البسيط لحد نهاية مايو، والتخفيضات مستمرة لحد نهاية مايو بتخفيضات تصل 60% على كل السلع الاستراتيجية. المبادرة حاليا مخلية الناس مطمئنة، تمام، وبتشتري ومش حاسه ان في مشاكل لا في بضاعه ولا في سعر، وبالتالي عمليه البيع والشراء وماشيه بصفه طبيعيه وما فيش اي مشاكل، والعملاء لا مش حاسه ان في اي نواقص ولا اي زيادات في الاسعار. في قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه على مستوى الجمهوريه تتوفر السلع بكميات كبيره وجوده عاليه وبتخفيضات تصل نسبتها الى 60%، وهو ما اتاح للمواطنين تلبيه احتياجاتهم باقل تكلفه. المبادره اثرت طبعا وعملت مفعول كبير وأعجبت كل الشعب، يعني وساهمت في حاجات جميلة جدا وريحت الأسعار شوية، والناس بتمناول الجميع دلوقتي. يكفي إن كل حاجة متوفرة، أسعار معقولة جدا تختلف عن بره بفضل الله. يعني المبادرة كويسة، ويا رب المبادرة دي تفضل دايما كده ونفضل كده ومصر تتحسن لأحسن وأحسن وتفضل دايما في الحلو إن شاء الله، وربنا يخلينا رايح. شوادر ومنافذ أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في المناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجاً، ساهمت في توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، ومع استمرار عمل المبادرة كان الإقبال على الشراء. شوادر بتساعد المواطن على شراء منتجات اللي محتاجها بأسعار مخفضة، وخصوصاً في الأماكن الأكثر احتياجاً، فبتسهل على المواطن ان هو يقدر يشتري المنتج يكون قريب ليه ويكون قريب من مكان سكنه، تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس بضروره التواجد مع المواطنين، بضروره اقامه الشوادر واقامه المعارض وتوفير سلع باسعار مخفضه وجوده عاليه للمواطنين. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. نشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، يا ريت المبادرة دي تمد أكتر من كده بكتير. منذ إطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من شهرين، ساهمت في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وما زالت مستمرة في أداء هذا الدور. نجاح كبير لمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية في تخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، ما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أكثر من السعر الرسمي.
عقد وزير البترول طارق الملا اجتماعا مع وفد من مسؤولي شركة تكنيب انرجيز العالمية، وذلك لبحث مع مسؤولي الشركة مراحل تنفيذ الأعمال الجارية لمشروعي توسعات مصفات تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط. أكد ملا أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة للحفاظ على التوقيتات الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة لما يمثله المشروعان من أهمية كبيرة في ترشيد استيراد المنتجات البترولية. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي إن مذكرات التفاهم الموقعة بين المنطقة الاقتصادية وشركات وتحالفات عالمية لإقامة منشآت صناعية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة هي نتاج مجهودات مبذولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر. وخلال كلمته في جلسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد زكي أن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليار دولار. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الدولة على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي. وخلال اللقاء الذي عقدته مع رؤساء المجالس التصديرية أشارت الوزيرة إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20%، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي تعرض لها العالم والتي تمثل عائقا أمام حركة الصادرات والتبادل التجاري. أكد وزير المالية محمد معيط استمرار في تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديري تنفيذا للتكليفات الرئاسية على نحو يسهم في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات. أضاف الوزير أنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق التنمية الصادرات منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019. عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا مشاط لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات البريطانية والمؤسسات التمويلية. جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة للمملكة المتحدة ضمن فعاليات البعثة التجارية المصرية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية. تم خلال اللقاءات بحث أطر التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في السوق لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه ومناقشة آليات وسبل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة. عقدت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم عددا من الاجتماعات التنسيقية عبر تطبيق زوم مع خبراء مصريين بالخارج مشاركين في عدة جلسات ضمن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يقام على مدار يومي 31 من مايو والأول من يونيو المقبل. أكدت الوزيرة أن مؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي. وتعقد مؤتمرات مصر تستطيع في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقول المصريين بالخارج. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أشيع بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 تزامنا مع تنفيذ مرحلة ثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. أشار المركز إلى أن وزارة المالية أكدت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9% لتصل إلى 356 مليار جنيه. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التعافي المالي التي أقرتها حكومته في آخر جلساتها معتبرا أن أي تأخير ستكون له كلفة عالية. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في قصر بعبدة قال ميقاتي إن الرئيس ميشيل عون طلب من الحكومة مواصلة العمل لحين تشكيل حكومة جديدة في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة. قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال قابلت الحكومة اللبنانية ضوابط صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار في خطوة لم تتخذها طوال 8 شهور هي عمر أحدث حكومة توافقية في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي. عقب الاجتماع دعا ميقاتي الحكومة الجديدة إلى الإسراع في تطبيق الخطة.
الأخير كلفته عالية على لبنان وعلى اللبنانيين. لو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة أقل بكثير، وكل يوم يمر هي التكلفة ستكون أكثر فأكثر إذا لم ندخل خطة التعافي وتطبيقها بالكامل. شملت الضوابط التي أقرتها الحكومة اللبنانية إصلاحات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث كشفت وثيقة اقتصادية في هذا الشأن عن إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف في إجراء استهدف تخفيض العجز المزمن الذي انتاب رأس مال المصرف المركزي. وبينما يرى خبراء أن خطة التعافي التي توصلت إليها الحكومة اللبنانية مع خبراء صندوق النقد الدولي هي خطوة طال انتظارها في ظل مرور البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها استغرقت 3 سنوات حتى الآن، ترفض جمعية المصارف اللبنانية جملة وتفصيلا خطة التعافي، معتبرة أنها تلقي على عاتق البنوك والمودعين مسؤولية سياسات حكومات سابقة أدت لخسائر في القطاع المالي بلغت 72 مليار دولار، حيث أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة عشرات السنين حتى بلغت البلاد هاوية الانهيار المالي عام 2019، ولم يعد المودعون قادرين على استعادة مدخراتهم بالعملة الأجنبية بعد أن فقدت الليرة 90% من قيمتها. لكن ميقاتي طمأن المودعين على تأمين حد أدنى لاسترداد أموالهم. صغار المودعين نحن نؤمن ذلك تأمينا كاملا، حتى وصلنا مع صندوق النقد الدولي لتأمين مبلغ لحديد حدود سقف 100 ألف دولار، ولكن أسعى لزيادة هذا المبلغ الآن خلال المفاوضات. أما كبار المودعين أيضا نريد أن نضمن لهم ودائعهم كاملة، ونحن بصدد الاتفاق مع الصندوق الدولي بهذا الموضوع. تشكلت حكومة نجيب ميقاتي في 10 سبتمبر الماضي ونالت ثقة مجلس النواب بعد 10 أيام فقط من تشكيلها. قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا إن لجنة المسار الدستوري تمكنت من التوصل خلال اجتماعاتها بالقاهرة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة بمسودة الدستور. واتفق أعضاء لجنة المسار على أن تستكمل باقي المواد التي لم يتم إدراجها خلال اجتماعاتهم خلال الجولة القادمة من المباحثات. كانت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى الليبيين كانت قد عقدت اجتماعاتها في القاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 20 مايو الجاري. انتهى الجزء الأول مشاهدينا الكرام من حلقتنا الليلة من القاهرة، أول موضوعاتنا الحوارية مباشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.